السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دعائے قدہ معظم. دعائے قدہ معظم قرآنی اور روحانی مناجات کا مجموعہ ہے. یہ دعا بے پناہ فیوز و برکات کی حامل ہے. اس وجہ سے بے شمار عرفاء اور صلحاء کے معمول میں رہی ہے, جس کی بنا پر انہیں قرب الہی میسر ہوا. اس دعا کے پڑھنے کا بے پناہ اجر اور ثواب ہے. جو شخص روزانہ اسے ایک مرتبہ پڑھے گا, اس کے ہر کام میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی. جو شخص اسے روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور 7 سال تک بلا ناغا جاری رکھے, اسے اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور وہ مقام ولایت پر فائز ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اس دعا کو روزانہ پڑھ نہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ گاہے گاہے جب موقع ملے تو اسے پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا. اور جو شخص روزانہ ایک مرتبہ پڑھے گا وہ عالم برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, اور اس کی قبر کشادہ اور منور کر دی جائے گی, اور اس کی قبر کو مثل جنت کر دیا جائے گا. یوم آخرت میں بلا حساب بخشا جائے گا, غرض یہ کہ اسے آخرت کی منزل میں راحت اور عزت ملے گی. اگر کوئی اس دعا کو قبرستان میں جا کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو اہل قبور کے پاس بھیجے گا, اور اس کے بعد جن اہل قبور کو عذاب ہو رہا ہوگا اسے دور کر دیا جائے گا. اس دعا کو پڑھنا بیماری کی شفا یابی کے لیے بھی بہت اکثیر ہے, اور اسے پڑھنے والا جن, بھوت اور بلا, جادو ٹونا سے محفوظ رہے گا. اگر کسی مقام پر کالے علم کا اثر ہو تو اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کے چاروں کونوں پر چھڑکائیں. انشاءاللہ ہر قسم کے برے عمل کا اثر ختم ہو جائے گا, بلکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے. دعائے قدہ معظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ رب الآخرة الأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له في السماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله عظيم العظماء دائما النعماء قاهر الأعداء الرحمن العاطف على خلقه برزقه المعروف بلطفه العادل في حكمه العالم في ملكه رحيما بخلقه رحيم الرحماء عليم العلماء بصير البصرا بائس الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قادر على من يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الخلائق وقادر المقدور وقاهر المقهور وعادل في يوم الحشر والنشور إله العالمين جامع الناس يوم الواقعة ربنا غفور رحيم حليم شكور أول القديم خالق العرش العظيم والسماوات والأرضين وهو السميع العليم قابل التوبة شكور حليم غفور الرحيم والحمد لله رب العرش العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبحائم صاحب الأطايا ودافع البلايا يا من يشفي السقيم ويغفر الخاطئين ويبوء النادمين ويغفر الظالمين ويهب الصالحين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمن الخائفين سبحانك لا إله إلا الله أنت الكريم المعبود.
كثير العطايا وغافر الخطايا يا ساتر العيوب شكور الرحيم عالم ما في الصدور منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار فالق الحبوب خالق السماوات والأرض غني عن الخلائق قاسم الأرزاق اللام الغيوب مذهب الهموم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وخفيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير وأنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي تعفو عن المعاصي بعد أن نغرق في الذنوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجني يا الله من الكرب العظيم والغم وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير واحفظني مولايا من آفات الدنيا والآخرة ولا تفضحني يا سيدي على رؤوس الخلائق خاصة في اليوم المعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا زد له ولا ند له ولا شبه له ولا حد له ولا أد له ولا مثل له ولا كفو له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له في الملك أسألك يا عزيز يا عزيز يا عزيز أن تعززني بالعزة والعظمة والكبرياء والحيبة والقدرة والجبروت يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم أن تريني في منامي لقاء نبيك وما رجوت منك واكرمني بمغفرتك إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن كل معبود من دونك باطل آمنت بأن لا إله إلا أنت رضيت ربنا يا غياث المستغيثين أغثني من النار ونجني من سخطك واجرني من عذابك وفرج عني شر من كل خلقك وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغنني من بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك إلهي خلقتني ولم أك شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذنوبي يا رب اغفر لي أن غفرت لي يا رب فلا ينقص من ملكك من شيء وأن عذبتني يا رب فلا يزيد سلطانك شيء يا رب تجد من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يغفر لي ذنوبي غيرك يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.